ايه اهم المجالات اللي هيتم العمل فيها خلال الفترة القادمة؟ هو الوفد الصيني اللي موجود النهارده دول اكبر شركتين، منهم شركة نفذت اكتر من 60% من خطوط شبكة القطار السريع والقطار المقر في جمهورية الصين الشعبية وفي انحاء متفرقة من العالم. النهارده اللي تم توقيع بروتوكول ومذكرتين تعاون، الأولى فيما يخص تجديد وازدواج 1200 كيلومتر من السكة الحديد في مصر. احنا عندنا اختناقات، السكة الحديد في مصر طولها 9600 كيلو، منها 5500 كيلومتر في هي دي السكة الرئيسية. من هذه ال 5500 كيلو عندنا 1200 كيلو مفردة، وده بيعوق بيقلل من الحركة، وطبعا بيعرض بعض القطارات لا قدر الله لمشاكل في التشغيل والتنفيذ. فكان مهم جدا ان احنا ندخل الازدواج وادخال هذا العمل ضمن المخطط الخاص بالسكة الحديد. طبعا احنا بنعاني من قصور في التمويل، وبنعاني من قصور في الإيرادات، فكان لازم ندور على مصدر تمويل عشان نجري هذا الكلام. الشركة عندها استعداد بأنها تقوم بعمل هذه الدراسات الفنية والميدانية، وهيبدأوا فعلا الدراسات بتاعتهم خلال هذا الأسبوع وبدءا تاني من 5 فبراير، علشان في الفترة دي فترة أعياد رأس السنة الصينية، وعندهم الاستعداد لتمويل هذا المشروع بشروط تقبلها الحكومة المصرية وتكون ميسرة. المذكرة التفاهم الثانية كانت خاصة بقطار أبو قير. قطار أبو قير في اسكندرية بينقل 1.5 مليون مواطن شهريا تقريبا في 16 محطة، طوله 22 كيلو. القطار بيعاني طبعا من تقادم ومن عمر طويل، لكنه بيعتبر وسيلة انتقال فعالة في اسكندرية. احنا كنا بدأنا نطور المحطات الخاصة بيه، ونطور في الإشارات والمزلقانات وازدواج السكة، لكن لازم القطار نفسه واسلوب العمل فيه يتغير. فمذكرة التفاهم الثانية بتنص على دراسة فنية ميدانية وتحويل قطار أبو قير إلى قطار مقهر. هتتم الدراسات ديت برضو خلال الفترة القادمة، ونفس الشركة عندها استعداد لتمويل هذا المشروع بشروط ميسرة تقبلها الحكومة المصرية. من المفترض ان المدة اللي هينتهي فيها عملية التطوير هذا القطار؟ لا، الدراسات الاول هتنتهي. الدراسات هي المفروض الحاجات اللي زي كده بتاخد دراسات اكتر من 6-7 شهور. انا طلبت منهم انهاء هذه الدراسات اولا في خلال 45 يوم، وهم وافقوا على هذا المبدأ، وفريق الفنيين الصينيين هيصل يوم 5 فبراير، وجزء منهم هينزل الموقع بكرة. بعد انتهاء الدراسات بيتم تقديم العرض الفني والعرض المالي لجمهورية مصر العربية وشروط التمويل. بنراجع العرض الفني ونقبله، بنبدأ نتفاوض في الأسعار اللي هي مقدمة، بننتهي بقيمة التمويل المطلوب من الحكومة الصينية، وشروط التمويل بتتراجع من البنك المركزي ووزارة التعاون الدولي ووزارة المالية. فالإجراء ده أنا متوقع ياخد في يعني الدراسات قلنا ننهيها في 45 يوم. التفاوض على الأسعار وتقديم الدراسات الفنية النهائية يعني هتاخد مش اقل من 3-6 شهور عشان نحصل فيها على الموافقات، اذا كانت هنا هذه العروض بالنسبه لنا مقبوله فنيا والشروط مقبوله لجمهوريه مصر العربيه. معالي الوزير، حجم الخسائر اللي لحقت بالسكه الحديد جراء الانفجارات اللي تمت في عدد من يعني شريط او خطوط السكه الحديد في الفتره الاخيره؟ 200 مليون جنيه لغايه النهارده الصبح في خلال هذا الاسبوع. 200 مليون جنيه بتتحملها مرفق هيئة السكة الحديد، وهذا المرفق اللي بيحتاج لتمويل، وهذا المرفق اللي بيحتاج النهاردة لتحسين خدمة، بيخسر فجأة 200 مليون جنيه. فطبعا احنا هذا لن يثنينا عن الاستمرار وتشغيل المرفق، ولن يثني الحكومة ولن يثني الشعب على أي نوع من أنواع العزيمة والإصرار. لأن يمكن يوم 25 أنا كنت واحد من الناس اللي موجود في وسط الجمهور في سواء في القطارات أو في مترو الأنفاق، واستشعرت ده من الشعب، استشعرت ده من المواطنين، إن هم عندهم هذا الإصرار وهذه العزيمة على التحدي ومواجهة هذا الإرهاب الخسيس. معالي الوزير، يعني الإجراءات اللي هتتبعها الوزارة لتصليح التلفيات؟ طبعا بتتم فورا، بتتم فرن، لان طبعا انما احتراق العربيات بنبدل العربيات، انما الخلل اللي بيحصل في السكه الحديد طبعا بنصلحه فورا، الجرارات بنستبدلها، العربيات بنستبدلها، طبعا وسائل المراقبه مشدده، في يعني تعاون تام بين وزاره النقل وشرطه المواصلات ووزاره الداخليه في هذا الامر.